السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. اليوم عندنا الفيديو هو المارينج. حلوة المارينج بطريقة كثير سهلة. راح نفوت بالموضوع مباشرة، خلوكم معنا أعزائي المشاهدين. لا تنسون من الدعم والاشتراك وتفعيل الجرس. إلى المقادير مباشرة. بياض البيض عندنا عدد 2، بياض البيض بس نجيب البياض. نشا نص ملعقة، نص ملعقة نشا. عندنا السكر كاس، يعني شاي صغير تقريبا، كاس صغير سكر. خل عندنا نص ملعقة خل ابيض او اي نوع من انواع الخل. عندنا ملون او صبغه اللي بنحب، يعني بنحب نلون، اذا بنحب ما بنحب بنتناقص عنها. فانيلا عندنا ظرف واحد. وبظل عندنا الملح، طبعا ملعقه واحده بتكفي، ملعقه. على الشغل مباشره بوجه الملح، خليه خفيف يعني اقل من ملعقه، ممكن نحتاج شوي مشان ما يطلع ملح. بنخلط بياض البيض بالخلاط او بالخفاق الموجود عندنا، بننزل السكر، بننزل الفانيلا، نخلطه كله سوا، عملية خلط بخلط يعني. للأمانة هاي المارينج يعني هي حلويات غربية، على ما أعتقد إنه هي سويسرية، حلويات أوروبية يعني سويسرية، ولكن تنعمل كمان بإيطاليا ودخلت للمناطق بالوطن العربي، خاصة بمصر كثير بيعملوها الإخوة بمصر بشكل ممتاز، عدلوا عليها بتطلع رائعة جدا. بعد ما خلطناها بتكون جاهزة، بنحطهم بالصينية، وأهم شيء بس نحطهم بالفرن، يكون الفرن بارد يعني إحنا نديره، بس نحط الصينية يكون بعده مطفي، ما بدها هذيك درجة الحرارة، بدها درجة حرارة يعني معتدلة وشغلة ساعة، بحيث تكون درجة الحرارة تقريبا 100. بنحطها بالشكل اللي بدنا إياه. إذا بنحب نلون إشي بنضيف عليه لون أخضر أو أحمر أو زهري أو أورانج أو بنفسجي، ألوان بنحبها. ما بنحب نخليها بشكلها الأبيض أفضل، والأشكال يعني اللي بدنا إياه اللي بنرغب له بالشكل اللي بدنا اياه بنعملها. لازم تكون شوي يعني شديده، مو كثير رخوه تكون. وراح اخبركم شيء مشان تتشجعوا وتعملوها. هاي احنا بنعملها اول مره، والله اول مره للامانه، وزبطت والحمد لله زبطت، لانه ما بدها كثير مواد وما بدها كثير مراحل، سهله وبسيطه. لذلك توكلوا على الله واعملوها، يعني برمضان خاصه بعد الفطور واحد بحب هيك الحلو وكذا وشغلات خفيفه، بتكون جاهزه هاي المارينج بطريقه كثير سهله. بنحطها بالفرن شغله ساعه على 100 درجة وبس، بتكون مطفي الفرن لما نحط الصينية، بتكون جاهزة. أحبتي الدعم والاشتراك ما بدي أوصيكم، والله يسعدكم. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإمكانكم أيضا الاشتراك بالقناة الثانية بين طيات التاريخ، فيها كمان أشياء منوعة، ورابطها موجود بأسفل الفيديو. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.